انا كما نقول لك كنت نقول الله اعلم، نعرف وليدك فدي بصح قلت الله اعلم. بصح تخيب الخطيب الشرعي قال لك هذا في ذي المده البنت هذه ما تعرفتش الاغتصاب. واش عليه الابن هذه تكون تعرفت الاغتصاب عندها سنوات، ولكن الابن تاعك ممنوع عليه انه يدخل في علاقه مع قاصره، القاصره يحميها القانون. نسقسيك حاجه، انت عندك بنات ولا ما عندكش؟ لا ما عنديش. ما نقدرش نشرح لك. لو كان جاو عندك بنات عندي، ما تقبليش ان بنتك في عمرها 16 سنه تدخل مع واحد في علاقه في عمره 17 سنه. ولو كان نقلبوا الموقف هذا بنك، لو كان جات هذه بنتك، لو كان راكي تهضري في هضره واحده اخرى. اذا خليك من العاطفه، شوفي خليك من العاطفه، شوفي باش تكوني واعيه وباش ما تجيك الصدمه، ما تجيك الصدمه، لازم تامني بحاجه انه الانسان اللي غلط لازم يخلص. ماشي معنى هذا الانسان اللي ما دارش يخلص. راني نقول لك القاصره اللي مينور حتى اذا دخلت في علاقه معها بدون اي شيء اخر انت تحت طائره قانون العقوبات. يعني ممنوع. نعم. واش مقصر؟ ماهوش مسؤول على التصرفات، واش مقصر؟ كيفاش مش مسؤول على التصرفات؟ 17 سنة يقدر يتزوج يدير دار. كيفاش مش مسؤول على تصرفاته؟ الغير مسؤول على تصرفاته في القانون غير مهبول.